انتوا مع عيش صباحك مع كوكا كولا مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم فام. رجعنا لكم سريعا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو ضيفنا النهارده الفنان اياد نصاري. اياد صباح الخير. اياد صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. اخبارك ايه؟ يا راس تمام الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام. صباح الخير. صحيناك بدري؟ لا كان بيقول انك انت ما عندكش مشكله الصبح بتصحى. انا بصحى بنزل اولاد المدرسه. حلو ده. اوقات بصحى بدري جدا. بص اوقات بعمل حركه كده انه يعني بيكون احنا مقسمين انا ومراتي الادوار، فانا بقوم بصحي الاولاد عشان بعرف اصحيهم من النوم. اوكي. وبقوم برجع بنام. بعدين بتقوم بتصحيني انزلهم للمدرسة. اوكي. فاوقات كده اوقات بكون لا من يعني صاحي طول الوقت معاهم. فالنهارده صحيت كان النهارده بس ادم نازل لانه اساره كانت عيانه. سلامتها. الله يسلمك. فنزلت ادم بس. اوكي. طيب خلينا نبدا سريعا. بص يا اياد، يعني اللي هقوله ده مش مجامله ومش عشان انت ضيفنا، انت ممثل من العيار التقيل حبيبي. وفي دورين انا عملوا يعني عندي وقفه شويه، الجماعه والدور بتاع ساعه ونص. رياكشناتك مع النجمة كبيرة كريم ومختار. اما تبتدي تقرأ الورقة اللي ابنها سابها فيها وانت بتحاول في لحظات تقول لها ان اللي مكتوب في الورقة حاجة تاني. بالظبط. الدورين دول تقال. نبدأ بالجماعة. انا مش احنا هناخد الاعمال كده مش من الاول للاخر ولا من الاخر للاول. احنا هندردش في الحاجات القوية يعني. تمام. ال- 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 الرياكشنات دي جبتها منين؟ يعني نبدأ الاول بحسن البنا والجماعة. الابتسامة اللي هي لا صفرة ولا هي ابتسامة من القلب، كان طول المسلسل عندك ابتسامة كده. هو كان في تحولات كتيرة في داخل شخصية حسن البنا، والصعب انه كان انا مش بمثل الشخصية يعني النوع ده من الاعمال. هو ما كانش سيرة ذاتية يعني لا ينطبق عليه موضوع السيرة الذاتية، لانه انت بتقدم شخصية ما فيش اي مرجعية بصرية ليها. يعني هو مجرد مجموعة من الصور كنا نرجع لها. فحتى وانا ببص على الصور اللي متوفرة احاول افهم ما وراء الصوره. انا مش فكره ان هو طب هو واقف، دي مش اكيد وقفته هو بيتصور. فالاوقات اللي بني ادم لما يتصور ما بتكونش وقفته الطبيعيه او مش هو بيكون، بس طب هو واقف في اللحظه دي ليه كده. احاول افهم نفسيه الشخصيه دي. وفي الاخر احنا بنقدم الفكره مش الشخصيه. الفكره اللي كانت وراء الجماعه. فكان في دراسه يعني صعبه شويه في اتجاه انه ازاي نقرب الشخصيه دي لانها تكون بني آدم، وبنفس الوقت احنا بنقدم فكرة مش سيرة ذاتية عن الشخصية دي. فده كان أصعب ما في تناول حسن البنا في كأداء. بعدين الشخصية بتتحول، لأن الشخصية بتكون تبدو أنها شخصية داعية ومهتمة بفكرة الصحوة الإسلامية وصحوة الدين، لكن بتتحول للسياسة. فلما تحولت للسياسة كان في نقطة أنا أستاذ محمد ياسين نتكلم فيها، أنه كان في تقريبا كشرة طول الوقت في الوش. وكنا بنتكلم في ده انه هل هي كتير ولا مش كتير. بس لما ظهروا للعالم بعد كده وشفنا انه الكشرة دي جزء من الطبيعة، يعني هم طبيعتهم في كشرة في الوش، مش حالة نورانية يعني. في كشرة كده في الوش متعبة يعني لصاحبها اكتر منا لينا. فدي كانت برضو بعد ما تحول حسن البنا للاتجاه السياسي. المراحل دي يعني كانت كنا ندرسها بعناية، يعني انه هو ازاي تحول من هنا لهنا، والمرحلة وتأثير الحالة اللي هو فيها، وتأثير الهوس بالقيادة، وتأثير الحالة الهوس اللي كان فيها الشخصية دي. ده بالنسبة للجماعة يعني. وكان الكلام ده مكتوب في ورق الكاتب الكبير وحيد حامد؟ طبعا يعني اكيد موجود في ورق استاذ وحيد حامد. وهو كمان يعني استاذ وحيد حامد هو صاحب مشروع، مش يعني خرج من منطقة المؤلف والسيناريست، لانه مفكر وصاحب مشروع يعني. وعنده مشروع فكرة انه نقاش حالة الاسلام السياسي. انا برفض المسمى بس يعني عشان مش لاقي مسمى تاني، بس هو الاسلام السياسي بيتقال. فدي الحالة كانت مشروع ولا زالت مشروع عند استاذ وحيد حامد. فطبعا كل التفاصيل والبحث اللي كان موجود في الفترة دي كان موجود على الورق، لانه عدى بمرحلة كبيرة جدا من البحث والمراجع اللي كانت موجودة في نهاية المسلسل. مجموعة كبيرة من المراجع.
فدي اللي كانت طبعا مرجعيتنا المراجع اللي موجودة ومرجعيتنا النص، لأنه النص مش لشخص عادي يعني حد متمكن صاحب جداً. مشروع يعني طب انت لما وافقت على العمل ده ما شلتش هم الموضوع حساس يعني، ما شلتش هم الانتقادات، ما شلتش هم ردود الأفعال؟ يعني بالمحصلة احنا مهنة خطيرة يعني التمثيل مهنة خطيرة مش مهنة سهلة، فانت دايما مسؤول عن فكرة انت بتقدم ايه ومدى توافقك انت مع الفكرة اللي بتقدمها. فلما تكون الفكرة بتقدمها وانت مؤمن بالفكرة نفسها فطبعا انا هروح لك يعني. يعني ما بحبش اقدم حاجة او مسلسل او فيلم انا مش مؤمن باللي بيقوله يعني مختلف معاه فكريا مش هقدر، بس انا متفق فكريا مع الفكرة، فعشان كده كانت طبعا هوافق يعني اكيد هوافق. وكنت يعني حتى بالمرحلة اللي كنت فيها بتفق على مسلسل الجماعة ما كنتش عامل حاجة تذكر قبل كده يعني يعني حاجات بسيطة أعمال علمت شوية، مثلا كان خاص جدا مع مدام يسرى كان لكن يعني مش بالمساحة فكنت أنا يعني لما جيت أتفق حتى بالتعاقد قلت لهم أنا حطوا الرقم اللي انتوا عايزينه، انا مش هسيب الدور ده لحد تاني يعني انا مش هسيبه لحد تاني. هو ده الدور اللي بيدفع فيه فلوس مش يعني بيتاخد عليه فلوس، ده استثمار يعني انا كاني ماسكت كل فلوسي وحطيتها في مشروع واحد، يا اما هربح يا اما هخسر يعني. والحمد لله كانت الاختيار موفق الحمد لله. طيب احنا عندنا وقت صح لسه؟ عندنا. طيب الدور التاني او اللي علق معانا كمان شخصيا جدا دور ساعة ونص، بائع كتب الدينيه وبائع كتب الاذكار والادعيه اللي حظه وقعه في النجمة كريمة مختار اللي ابنها سابها وساب معها ورقة انها يا جماعة ودوها دار مسنين او ودوها اي حد. تمام، هو مش تصحيح يعني بس عشان يمكن الموضوع الكتب عادة الاذكار هو كان رسائل حب، رسائل حب اوكي كانت صح كانت صح انا كانت رسائل حب هو عادة اكتر بيكون مش رسائل حب بيكون بتبقى اذكار انا ارتبط في ذهني بكده صح. هو كان رسائل حب ورسائل حب المفارقة اللي كانت موجودة انه الشخصية عز ده شخصية كانت شخص صاحب فكر في الجامعة وعنده وبيناضل وبيدور على حقوق الناس وكده وعنده فكر سياسي، لكن في الاخر لما تعامل مع الواقع اضطر يبيع رسائل حب مكتوبة بطريقة بسيطة فيها شعر ساذج وبيبيعها في القطر وبيرميها من غير احترام يعني ما بيحترمش. فرسائل حب كانت بالنسبة لي هي الكيل لشخصية عز يعني يعني أنا حاولت مع وائل إحسان وبصراحة أنا كنت منسجم جدا مع وائل إحسان في المشروع ده لأنه المشروع وائل إحسان شبهه جدا يعني هو فاهم المنطقة دي جدا. فكنا نتعامل دايما أنه رسائل حب يعني حتى لو رجعت تشوف الفيلم تاني أنه ما فيش مرة رسائل حب اتقالت زي التانية يعني لانه كل مره هو موقفه من الرسائل دي اللي هو بيبيعها بناء على الموقف اللي بيتعرض له. هو اصلا التناقض ان هو بيبيع رسائل حب واصطدم بموقف زي موقف كريمة مختار. هو الـ 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 الفيلم ده يعني خصوصا المشهد مع الفنانه كريمة مختار كان من اكتر المشاهد المؤثره يعني حتى حضرت الافتتاح الفيلم وكانت مراتي معايا فلما خلص الفيلم لقيتها بتعيط فقلت تمام اوكي يعني هي تأثرت بالمشهد. فروحنا مرة قلت لها حب احضر الفيلم اشوف الفيلم مع الناس يعني كده فروحنا قعدنا في الكرسي الاخير وكده وتفرجنا فلما خلص الفيلم برضو لقيتها بتعيط قلت لها كتير يعني كتير. طيب خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع على طول ونكمل كلامنا طبعا نفكر كل اللي بيسمعونا لو في اسئله تبعتوها لنا لو في تعليقات تبعتوها لنا لضيفنا النهارده على 1006 طبعا منورنا في الاستوديو النجمه اياد نصار. خليكم معانا اعلانات نشره الاخبار سريعا ونرجع على طول نكمل كلامنا. انتوا مع عيش صباحك مع كوكاكولا مع مروان ادري ويارا الجندي على نجوم فام. لسه منورنا ومشرفنا النجم اياد نصار، ابعتوا له على 1006 كلموه على 1006 رقم موبايل او 09600 لو من خط ارضي. مبروك مؤخرا يعني مؤخرا مبروك متاخره شويه طبعا رمضان محرض اليهود كان من المسلسلات او الاعمال اللي فعلا علمت مع الناس من المسلسلات اللي كله كان بيتكلم عليها. فقبل ما نبتدي نتكلم عن دورك تحديدا هل انت شايف ان لازم الفنان يكون متواجد في السيزن بتاع رمضان؟ والله ما اعتقد يعني مش متاكد يعني انا جربت مره كده اغيب سنه يعني
بس انا حاسس انه لازم يعني اصبح الموضوع استهلاكي سريع يعني لما تغيب ممكن تتاثر يعني. بس في اراء تانية بتقول انه بيبقى في اعمال كتير جدا جدا بتظلم. جدا فبتتظلم الناس مش بتلحق تلاقي يعني تتابع حاجه معينه. اوقات انا بحس رمضان ده المنيو بتاع المسلسلات يعني انت بتشوف المنيو وبعدين بعد رمضان بتبتدي تشوف انت عايز تشوف ايه. وفي مسلسلات كتير بتتظلم في في زحمه رمضان ده حقيقي. بس برضو كمان انت مضطر انك تكون موجود يعني على الاغلب يعني. انا اوقات بحاول اعمل التوازن يعني بحاول اعمل لكل سنه استراتيجيه خاصه بيها يعني بحس ما فيش حاجه معينه مش قواعد معينه واحد اتنين لا بحاول احس انه السنه دي انا محتاج انه يكون المشروع له شكل معين محتاج اني مثلا انا السنه دي قررت اكون بمشروعين وعاده ده خارج النمط بتاعي انا عاده هو مشروع واحد في رمضان السنه دي انا مختار مشروعين لانه حاب انه يعني حاب انه في الكاركترين بعاد جدا عن بعض فيهم شكل كل حد له شكل في نوع من التاكيد على حاله ممثل يعني ففي يعني عندي احساس بانه السنة دي ليها شكل تاني بالنسبة لي هتأكد على الكارير بتاعي بشكل مختلف يعني فلكن بحاول قدر الإمكان إنه كل سنة أكون موجود في رمضان قدر الإمكان يعني لسه ما امتلكتش رفاهية إنه فكرة إنه لا مش عايز أكون في السيزن ده يعني حتى السيزن اللي بعدت عنه كان لظروف يعني إنه أنا كمان ظروف عندي بالنسبة لي للشغل يعني قررت أبعد بس كانت مغامرة جدا مني يعني فأعتقد إنه حالة الممثلين هم حابين يكونوا موجودين كل سيزن دي حقيقية لازم لأنه في خطورة في فكرة إنك تبعد يعني سيزن. حارة اليهود مسلسل أثار جدل كبير وحصل عليه تعليقات كتير سواء من نقاد في مصر أو حتى من صحيفة مثلا معريف الإسرائيلية قالت إنه ده روميو وجولييت النسخة المصرية. يعني هما مش مستوعبين احنا بنقول ايه يعني هو واضح انهم هم عارف بيفسروا الموضوع على كيفهم بحيث انه لما اول بس حتى كلمه يهود في الموضوع اعتبروا انهم احنا بنتكلم عنهم واحنا بنتكلم عن النسيج يعني معلش حفل التنظير شويه لا لا دلوقتي المجتمعات تتقسم لثلاث اشكال في عندك المجتمع المنسجم ومجتمع متعايش ومجتمع فسيفسائي بيسموه المجتمع المصري مجتمع منسجم يعني ايه منسجم يعني هو مش بيعيش الطوائف والنوعيات بشكل منفصل عن بعض في لحظة هيتصارعوا لا هم منسجمين في شكل الوطن نفسه وده علم الاجتماع بيقسم المجتمع المصري فهو ده كان شكله هو منسجم كله بينسجم بشكل انه هو مصري بغض النظر هو ديانته ايه او طائفته ايه او ملته ايه او ملته او هو منسجم كمجتمع مصري المرحلة اللي بنعدي فيها احنا لانه المجتمع لازال منسجم بشكل من الاشكال فالمجتمع انه احنا محتاجين او الشكل اللي بيحصل بشكل خلينا نعتبر بنظرية مؤامرة او نظرية غير مؤامرة لكن في محاولات لفكرة انه المجتمع ده يتحول النسيج ده يتفكك من مجتمع منسجم لمجتمع متعايش يعني ايه مجتمع متعايش يعني مجتمع واقف على لحظة يبقى في حرب أهلية شعره عارف اللي هو المجتمع السوري مثلا المجتمع متعايش مجتمع في سيفسائي مثلا زي المجتمع اللبناني مجتمع في سيفسائي فأنت في لحظة الاصطدام واردة طول الوقت لو حصل أنه تنقل الشعب المصري من الانسجام اللي هو فيه لغاية التعايش فدي خطوة بالنسبة لأي شخص بيفكر في هدم المجتمع المصري انه يحققها دي خطوة مهمة ففي شغل دلوقتي على فكرة انه طب تعال نحول خطوة اول خطوة المجتمع المصري من شكله المنسجم لشكله المتعايش مع بعض ليه؟ لانه عبر التاريخ انت بتشوف لو قريت التاريخ المصري انه المجتمع المصري بيهضم بيهضم اي حضارة داخلة بيهضمها وبيحولها لمصريتها فكنا احنا بنتكلم تقريبا في النقطة دي بجزء من المسلسل في حارة اليهود انه بنتكلم عن اليهود المصريين وما نتكلمش عن اليهود في المطلق او يهود جنسيات اخرى او المشروع الصهيوني او الاسرائيلي احنا بنتكلم عن حالة الانسجام اللي كانت موجودة وايه اللي اثر كسر حالة الانسجام وانه دي عارف زي ما تقول يعني تنبيه تنبيه للي جاي انه في حالة من الحالات هتبقى في يتحول شكل المجتمع اللي كان منسجم الى شكل اخر قابل لانه في لحظة يتصارع فخلينا نكون حذرين ده اللي كنا بنقوله في المسلسل اضافة لفكرة انه انت صراعك مش صراع دين وانه صراع الدين
ده مستفيد منه ناس اكتر منه ناس هم حابين يستمر الصراع الدين، لانه الصراع الدين ده الصراع الاطول. انا لو انت مختلفين على قطعه ارض هتتحل بشكل او باخر، هنوصل لحل بشكل او باخر. لكن الدين لا، انت هتغير دينك ولا انا هغير ديني، فهتفضل صحيح. الصراع مستمر موجود. صحيح انت تعرض عليك كذا 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 عمل، بس انت اخترت حرت ليه تحديدا؟ ها بالظبط. اوكي بالزبط. انت شكلك انت بتحب المشاكل. اي بالظبط، لسه كنت هقول لك غاوي الحاجات الملعبكه ممكن. والله بدور على الحاجه اللي شبهي، يعني الحاجه اللي انا مؤمن، يعني مؤمن بانه انا عايز اقول الموضوع ده، عايز توصل في مسؤوليه. يعني انا دايما بقول انا اللي اعرفه هعلمه لاولادي، مش هقوله لحد. تمام، بس برضو في مسؤولية انه اللي عايز اقوله بقوله من خلال شغلي. لانه انا مش منظر سياسي، انا مش محلل سياسي، بس انا عندي قراءة للي بيحصل بطريقة معينة، بحاول اكون اقدم ده من خلال اللي انا بشتغل. فاصل ونرجع على طول. 1006 ده رقم الاس ام اس. طبعا منورنا ومشرفنا النهاردة في الاستوديو النجمة اياد نصر. انتوا مع عيش صباحك مع كوكا كولا مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم فام. رجعنا لكم مرة تانية، وطبعا مكملين كلامنا مع ضيفنا منورنا النهاردة النجمة اياد نصر. احنا بنتكلم عن حرط اليهود اللينك اللي فات، وكتكملة سواء بقى في حرط اليهود او اي عمل تاني، اي حاجة فيها تاريخ، اي حاجة فيها ان الواحد بيرجع لايام مرة وبيحاول يوصل معلومة او يوصل قصة او اي حاجة كده، دايما بيبقى فيه اخطاء بيتقال يعني، ودايما بيبقى فيه انتقادات. هل انت شايف يعني المفروض يحصل ايه في الحاجات دي؟ لان في ناس تقول لك اللي هيكتب المسلسل ما هي فيه حاجات ما فيهاش دراما، لازم يبقى في دراما، لازم يبقى في قصة حبكة. فممكن مثلا يشيل الفترة الزمنية الصغيرة دي عشان ما كانش فيها اي حاجة درامية، فتيجي الناس تقول لك دي اخطاء تاريخية، انتوا كده بتوصلوا حاجة غلط. لا، هو لازم يعني انا رأيي انه لازم تكون لما تتعامل مشروع بتعامل مع التاريخ، لازم تكون البحث في المادة التاريخية لازم يكون دقيق. ما ينفعش ما يكونش في بحث. انا بلوم المؤلف لما يكون عنده اخطاء تاريخية، لانه انت عندك القدرة على البحث يعني، والبحث ده جزء مهم من حالة الكتابة. حتى لك البحث مهم حتى لو ما كانش مشروع تاريخ. كمان يعني ما ينفعش نكتب واحنا قاعدين على المكتب كما قرأ وسمع وشاهد، يعني فكرة ان والله انا اللي شفته في المسلسلات عن مهنة المش عارف ايه المهندس كذا كذا، فالكلام بيبقى شبه بعضه لانه بننسخ بعض. لازم يكون في حالة بحث. فما بالك في التعامل مع التاريخ، لازم يكون في بحث عند المؤلف. فالاخطاء التاريخية عند المؤلف ما ينفعش يعلقها يقولك انا بخيال الدراما. خيال الدراما في المساحات اللي بين العناوين العريضة للتاريخ. دي المساحات في نسج الشخصيات داخل العالم. مثلا يعني مثلا في حاره اليهود احنا بنتعامل مع عالم غير موثق، يعني غير موثق كتير، مش موثق جدا، في حاله بحث صعبه في المرحله التاريخيه بالظبط، لان ما كانش فيه بس يعني بالاخر في مراحل موثقه، يعني في حاجات موثقه جدا ما فيهاش لا يمكن ان نختلف عليها. حاله البحث بتكون في الحياه جوه، دي حالة البحث، وان لم تكن موجودة وغير موثقة هيرجع لمين بقى في الحتة دي؟ فهو هنا الخيال، بس الخيال ضمن واقع وضمن هيجوا يعرف يقولوا ايه، انت بتلعب في التاريخ. عشان كده لو انت شلت الفترة الزمنية دي عشان مفيش حاجة، مفيش مادة درامية يعني، ما هو الدراما لازم ما تتعرضش مع الحالة التاريخية. مش لازم تتعرض. انا عارف انه في شوية اخطاء حصل النقاش فيها في حالة في مسلسل حارة اليهود، والافضل بالرد عندها الدكتور مدحت العدل مش انا يعني. لكن في اختلافات. بالمقابل في اختلافات في التاريخ القريب، يعني التاريخ القريب كمان في اختلافات انه ده حصل قبل ده ولا ده ما حصلش ولا هو ما كانش كده، لانه في قراءات كتيرة للتاريخ من كذا وجهة نظر، من كذا وجهة نظر سياسية، من كذا وجهة نظر اجتماعية. ده واحد. اتنين، لازم يكون عارفين انه احنا لما نخش على التاريخ احنا مش داخلين متحف. يعني احنا مش داخلين متحف، لانه انا مش عامل دوكيومنتري يعني المرحله، انا بنقل حاجه ليها علاقه بالمرحله فتره او فتره زمنيه، بقول اللي بيحصل حاليا يعني. بنحذر من حاجه، بنلفت انتباه لحاجه، بس انت مش داخل متحف تشوف المرحله التاريخيه دي. فده بيخلي انه الموضوع شويه شائك في فكره انه على يعني هل نركز على توثيق المرحلة التاريخية زي ما هي ولا نتعامل مع الخيال اللي عند المؤلف. بس أنا بعتقد أنه لازم يكون في توازن.
توازن بين الفكرتين. ده بيحصل بره أكتر لأنه في تعامل مع التاريخ بحقيقية المرحلة التاريخية، وبنفس الوقت في جزء الخيال موجود وبشكل غير مقيد كمان. انا اصلي دايما بحس انه اكتر حاجتين بيبقى فيه انتقادات دايما اي حاجه سيره ذاتيه او التاريخ، الاثنين دول تلاقي دايما في ناس كتيره قاعده مركزه مشكله انه وبيتظلم الفنان بالزبط. في الاخر لان في للمشاهد انه انت غلطان، انت انا مشكلتي انت اللي فوش المدفع دايما، محدش بقى هيقول اصل السيناريست واصل مش عارف يعني هو احنا بنشيل الدم انت اللي معش كده. طيب عايز انتقل لحاجة تانية، نوعية اخرى من الاعمال، وهي الاعمال التجارية. وكلمة تجارية دي مش معناها حاجة عيب ولا حاجة غلط، ده شيء طبيعي. مثلا مسلسل زي مان الجني، انا عندي سؤال واحد في هذا المسلسل. فضل. ليه الشعر كان لونه فضي؟ شوف، هو احساس اوقات بيكون انه انا حاسس انه الراجل ده شكله كده. اتنين، كان يهمني من طبيعه الشخصيه انه يكون في حاله من الوقار. يعني انا لاحظت انه اللي بيشتغلوا في موضوع الجنايات كده يا اما شعر وقع شاب يا اما شاب، فده شاب جدا اللي شافه. يعني فهو شخص اولا بشويه بتدي دلاله على الحكمه، ده واحد. اتنين، على فكره انه يكون الشكل مقنع انه الراجل ده بيحل القضايا بشكل سريع. فانا ازاي يعني لو ما كانش في حاجه خاصه شويه، يعني في شكل خاص الراجل ده، فكان البحث انه انا ازاي ممكن اخلي فيه خصوصيه في شكل المحقق ادهم. فلقيت انه ممكن يكون لو كان شعره ابيض كامل، وهو من النوع اللي مش شاب لانه كبر، هو في ناس بتشيبه وهي صغيره. فهو ده من النوع ده، فهو شعره بيض قبل اوانه من اللي شافه ومن الاحداث اللي وشويه تدي حكمه، شويه تدي وقار، يعني كده الفكره. طب اياد، واضح ان انت من الممثلين القلائل اللي بتقرا، وواضح ان انت قارئ جيد كمان. الحمد لله. الاعمال اللي بتيجي ساعات بتحس ان انت اقوى من الدور؟ يعني انا ممكن اعمل الدور ده، يعني او يعني باللفظ المتعرف عليه انا اعمله بصبع رجلي الصغير، او انا اقوى من الدور، انا امكانياتي اعلى من الدور، بس هشتغل الدور عشان مثلا محتاج ابقى متواجد دلوقتي، محتاج ابقى متواجد مع شركه الانتاج دي، محتاج ابقى متواجد مع الكاست ده. فهل الحاله دي بتجيلك؟ لا، هي اعمال معينه، لا اقوى من الدور او كده، لا يعني، بس اوقات بحس انه مثلا الدور مش مكتوب بالعمق المفروض انه وفي قاعده بتقول انه ما فيش نص وحش. يعني هو ما فيش نص ده بوحش ما يتعملش، لا هو لكن في نص في ثغرات اكتر من نص تاني، في نص اقل ثغرات، فدايما انت بتتعامل مع الثغرات. يعني انه بعض النصوص بتلاقي انه مثلا النص ده المشاهد اللي مكتوبه هي المشاهد اللي مش لازم تكون موجوده، والمؤلف موقع المشاهد اللي مفروض تكون موجوده. اوكي. في بعض الاوقات بيكون في كتابه في استسهال اوقات، يعني في بعض المشاهد تكون لازمها مجهود معين وبحث معين عند المؤلف، فبيستسهل فبيكتب المشهد بيقفله في لحظه المهمه وبيرجع بيقفز عن اللحظات المهمه. عاده دي الثغرات اللي بتكون موجوده في النص. بالنسبه للبنى الشخصيه، بحس انه اوقات بتكون الشخصيه ما تمش البحث بشكل صح عنها، ما فيش مجهود، اتكتبت بالشكل اللي انا عارفه تقريبا، يعني المؤلف كتب اللي هو فاكره عن الشخصيه، بس ما فيش حاله بحث حقيقيه. ده بيزيد لود عليا انا كممثل، لان انا لازم ابحث اكتر، لازم ابحث عن حلول، لازم ابحث عن مبرر، ابحث عن منطق للشخصيه اكتر، لازم اكون فاهم. يعني انا بحاول عاده افهم، يعني بحاول اسال اسئله عن الشخصيه ممكن ما تبانش، يعني انا مثلا بحب اعرف الشخصيه دي ايه اللي في جيبها. يعني لو مد ايده في جيبه ايه اللي موجود في جيبه، ده مهم بالنسبه لي مثلا. دي حاجه مش ممكن يعني تكون مفيده بالنسبه للمشاهد، بس انا لازم اعرف كل حاجه عن الشخصيه، لازم احب اعرف هو بياكل ايه، لازم اعرف هو انت عملت ده في سعد العجاتي، في كل الشخصيات. يعني انت في سعد العجاتي وزنك زاد، زود وكانت شخصيه غريبه، الكلام ده كان ورق ولا كان في ليك انت تدخلات في شكل الشخصيه ورياكشنات الشخصيه؟ بص، هي عشان روايه لمنخفض الهند الموسمي للراحل اسامه انور عكاشه، فهو كمان اسامه انور عكاشه الله يرحمه كان دوستويفسكي العرب، يعني هو كان بيحلل نفسيه الشخصيه اللي بيكتبها بطريقه تغنيك انت كممثل عن البحث. لانه انا لما قريت الروايه سيد العجاتي بالنسبه لي خلاص انا فهمته. فحتى كان المسلسل موجة حارة بيتكتب واحنا بنصور، فكان يجينا مشاهد مش واخدة رقم لسه عشان احنا مش عارفين هتكون في انهي حلقة،
بس انا ما كنتش بعاني من الموضوع ده لانه انا خلاص فاهم سيد العجاتي في السيتويشن ده هيتصرف ازاي، هيتكلم ازاي، هيتعامل ازاي. فالرواية ساعدتني جدا انه في حالة البحث انه افهم سيد العجاتي ده مين، وخصوصا انه شخصية معقدة جدا يعني، شخصية صعبة جدا كانت سيد العجاتي. فالرواية ساعدتني جدا لانه مكتوبة بطريقة بحث حقيقية يعني، أنا البني آدم من الرواية خلاص فهمت هو مين، فما كنتش محتاج البحث المجهود اللي أنا بعمله كممثل في كل مرة. أنت دايما طالع كويس يعني، عمره ما بيطلع شرير في يعني، بحسك لا كان في دور شرير، بس بحسك دايما عارف حد اللي هو خير كده، واحد هو شرير، هو بصي هو محير يعني، أنا بحب ألعب الشخصيات المحيرة، بمعنى لأنه أنا ما بحبش فكرة اللي هي الشخصية الشريرة اللي هي أول مشهد تقول له أنت شرير، ما أنت لو شفت حد شرير بالشكل ده في الحياة مش هتتعامل معاه. بس ما بتحبش ده عشان مش عايز الجمهور يبقى ما يحبكش مثلا، ولا أنت بتحب يعني ما بتحبش الجانب ده من لا أنا مثلا سيد العجاتي مش شخصية سوية، أنا بتعامل مع شخصية إيجابية أو سلبية يعني، أوكي بطل أو مش بطل يعني، هي دي التصنيف. سيد العجاتي ما كانش شخصية بطولية، هو كان شخصية فيها مشاكل، فهو شخص شرير بلحظات انت مش عارف هو ما حيرك، هو في لحظات كويس هو لحظات وحش، لكن على مستوى فكرة الشر بمعنى الشر المطلق اللي هو الفرس يعني الشر الفرس ده، بحس الشخصيات دي كرتونية شوية يعني، ما فيش حاجة في الحياة شخص شرير كده، لانه لو هو شرير كده ما فيش حد هيتعامل معاه، انما دايما الشر بيحيرك يعني. انا بعتبر انه الشخصيات الشريرة قبل مارلون براندو حاجة، وبعد مارلون براندو في الجاد فادر حاجة تانية، لأنه مارلون براندو حسسك أنه هو بني آدم، أنت مش قادر تحكم عليه هو شرير ولا كويس، ولا في حالة من الحيرة حوالين الشخصية دي. أنا بحب النمط ده من الشخصيات الشريرة، بس بالنسبة للشر فالسنة جاية في شخصية شريرة هتشوفيني شريرة. خلاص احنا نطلع فاصل سريع وهنرجع على طول ونكمل كلامنا. طبعا منورنا ومشرفنا النهارده في الاستوديو النجم اياد نصار، خليكم معنا دقايق ونرجع مره ثانيه. انتوا مع عيش صباحك مع كوكا كولا مع مروان ادري ويارا الجندي على نجوم اف ام. نجوم اف ام لسه منورنا ومشرفنا النجم اياد نصار، ابعتوا له على 1006 او كلموه على 1006 لو من موبايل او 09600 اكتر اليخاندرو. احنا كنا بندردش اوف اير، فكنا بنقول لاياد هو حابب يلبس السماعه للناس اللي متفرجش علينا على التلفزيون يعني، فقلنا له على فكره انت مش يعني مش ملزم مش مضطر تلبس السماعه، فقال لا انا بحب البس السماعه لان انا اشتغلت دوبلاش كتير، انا اكتر اليخاندرو ظهر. انت اشتغلت اليخاندرو كتير، انا اكتر اليخاندرو بجد يعني فعلا، هم كلهم اليخاندرو، انا مش عارف ليه هم مصرين على اليخاندرو. مفيش حاجه تاني، لا مفيش، كله بطل في المسلسل الدوبلاج ده يطلع اليخاندرو. كانت مرحله بحبها في حياتي يعني، كنت اشتغلت ده غير القطط والكلاب وحمير اللي عملتها في الكرتون. كتير ده عملت. الشغل في الاذاعه صعب؟ جربت اشتغلت مسلسلات اذاعيه؟ مرة واحدة اشتغلت مسلسل إذاعي كنت عامل فيه شخصية الله يرحمه جلالة الملك حسين، كنا عاملين مسلسل إذاعي عن مرحلة تعريب الجيش، فكنت عامل شخصية جلالة الملك حسين، كانت صعبة جدا لأنه أنا ما كنتش عايز أقلد الصوت يعني، وكان في طلب صوت كمان مميز، وكمان هو كان طريقة إلقائه، فأنا كنت بعمل التقليد الصوت يعني، كنت بقلد الصوت صح، بس كنت بعمل تقليد الصوت وقت الخطابات يعني الخطابات لما كان فيه خطاب ولما كان بيكلم الناس، إنما لما كان الحوار عادي ما كنتش بلجأ لفكرة التقليد الصوت، والحمد لله لقى استحسان في الديوان الملكي جدا المسلسل ده، مسلسل إذاعي الوحيد اللي اشتغلت. أنا بحس إن المسلسلات الإذاعية بتبقى صعبة شوية يعني، بشوف انها اصعب لانه لازم تخلي اللي بيسمع يندمج مع الشخصيه ويتخيل، لانه لو ما حصلش ده هو هيقفل الراديو. انت بتحس انه هي اقرب لجو الروايه اكتر من فكره التمثيل، لانه الروايه انت بتقراها فبتسمع اصوات وبتشوف الصور، ففي مشاهد في ذهنك بالظبط، وهي تقريبا دي صعوبه المسلسلات الاذاعيه اكتر من الدراما، انك انت بالصوت عايز توصل حاجات كتيره توصلها، وبنفس الوقت ما تحرمش المشاهد من خيال او المستمع من خياله. انا خدت بالي انك شخصيه دقيقه جدا يعني، بص
بس فاهم بعمق الطريقة غير طبيعية في كل حاجة. الموضوع ده ما بيعملكش مشاكل يعني انت اكيد الموتور اللي شغلته يعني الوقت ده ما بيوجعكش يعني بحس ان ما فيش حاجة بتعدي من عليك الا لما هتجيب قرارها وهتعملها يعني هو مش متعب ليا والله يا هو متعب للي عايشين معايا هو متعب لانه مراتي طول الوقت بتتمنى بتقول لي يا ما تختار شخصية كده بسيطة عادية بسيطة بني ادم عادي اللي بيشوفهم في الشارع يا ارجوك لانه انا بخش بقى في مود غريب لا بس حتى بحس لو حتى شخصية عادية بحس ان انت برضو بتخش يعني لسه بيقول لك انا عايز اعرف ايه اللي بجيبه يعني الموضوع ده لما بتيجي انت بقى تمثل مش بيعمل لك مشكلة لان انت اكيد كده معناها ان انت هتيجي وقت تصوير ووقت ان انت تعمل اي مشهد هتقول لهم بقى انا عندي تعليق عندي تعديل عندي مثلا حاجة عايز اعملها يعني تقريبا بقى يعني في عندي مقترح دايما بس انا بحترم كل حد بخصوصيته في الشغل يعني انا عارف انه ما فيش ممثل خارج رؤية مخرج وفي الاخر لو رؤية المخرج دي فيها مشكلة يعني لو تناقشنا وهو اصر على وجهة نظره وانا بحترم وجهة نظره وهو خلاص هو المسؤول عن وجهة نظره في الاخر انما انا مش شخصية صدامية يعني انا مش شخصية من النوع اللي بحب اكون اصطدم في الشغل لانه في الاخر كلنا كل واحد حب يعمل حاجة صح من وجهة نظره فما فيش داعي نصطدم مع بعض فأنا مش شخصية صدامية لكن بحاول قدر الإمكان أنه يكون في منطق عندي وأنا بقترح حاجة معينة أنه ليه بقترح أو فين المشكلة مش فكرة أنه أنا عايز كده لا هو لازم يحصل لا لا مش بالطريقة دي بس ده أكيد عشان من كتر ما أنت بتذاكر الشخصية هيبقى عندك شوية حاجات عندي. عايز تظهرها بالضبط بالضبط بحاول يعني قدر الإمكان أنه وده دوري كممثل ما هو الممثل برضو يعني هو مش بتنفذ يعني مش آلة التنفيذ وانا ما اعرفش اشتغل مع مخرج ما بيحبش الممثل وفي ده موجود انه بيكونوا مش حابين الممثل ومعتبرينه اداه موجوده زيه زي اي اداه موجوده يعني ايه مش حابب الممثل في بعض المخرجين بعض المدارس موجوده انه الممثل بالنسبه له هو اداه اعمل اللي انا عايزه نفذ اللي انا شايفه اللاعب التكتيكي مش اللاعب المهاري ما اعرفش اشتغل معهم المخرجين من النوع ده ولو اشتغلت معاه مره مش هكرر مش هشتغل لا ما كررهاش صعب طريقتنا صعبه في يعني انا ما اعرفش اتعامل مع مخرج من النوع ده اللي هو اقف هنا هتمشي من هنا لهنا لا روح شوف حد تاني مش انا يا اما تسيبني انا وانت نبني المشهد مع بعض نتحرك وبعدين انت تلاحقني بالميزانسين بالرؤيه بتاعتك في الاخر انما انا اقف وبص هنا ووقفوا هنا وامشوا من هنا لهنا انا ما اعرفش اتعامل مع مخرج زي كده ومن الاساس بقول له ما تندهليش لو انت مخرج من تعامل مع الممثل يعني انا مش انا اللي بدور عليه انا مش شاب اعلانات يعني مع احترامي للمهنه بس الممثل الاعلانات بينفذ حاجات معينه في ذهن المخرج في قطات معينه انا ممثل فلازم تستغلني لاقصى احساس يعني انا في تعليق للأستاذ محمد ياسين بحبه جدا مرة كلمته وأنا منزعج بعض الأعمال من غير ذكر المسلسل إنه أنا مش لاقي نفسي أو مش قادر أو المخرج مش قادر يستفيد من اللي أنا عندي ومنزعج جدا وأنا حاب أعمل أكتر والدور فيه مساحة وبس مش قادر فهو قال لي يا دي يعني شخص عنده فراري وعايز يستخدمها ستروين هتعمل له ايه هيسوقها ستروين يعني خلاص يعني فهي الفكره انه انت الطاقه عندك كممثل لازم يستثمرها المخرج بشكل كبير عشان كده بستمتع بالشغل مع محمد ياسين لانه هو بيعرف يستغلني الطاقه اللي جوايا لاقصى حد فانا بستمتع مع استغلني انا موافق استغل كل الطاقه اللي عندي طيب يعني لو المخرج بالشخصيه دي انت مش هتشتغل معاه ايه تاني ممكن يخليك ما توافقش او ما تشتغلش في عمل معين الفكرة أهم حاجة الفكرة أوكي. ما تكونش ضد أفكاري يعني لو فكرة ضد أفكاري مش هشتغلها عندك مشكلة تكون ضيف شرف أو ليك مشاهد قليلة جدا لا لا جدا لا مثلا لا لا خالص ما عنديش مشكلة فلوس حسب العمل انا دايما بتضحك عليا عشان انا عارفه ليه لانه بخش على المنتج فمشروع عجبني فبيبان على وشي انه عجبني حلو المشروع فبيستغل ده فورا بس عادي يعني طلباتي في الحياه مش كتيره يعني طب ولو الكاست مش يعني هل مثلا ممكن ما تشتغلش في عمل معين عشان في حد من الممثلين مثلا مش بتعرف تتعامل كويس مع بعض لا ما عنديش المشكله دي لا 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 هي بس مجرد ان حتى لو كنت ما بمثل مع شخص صعب في التعامل وصدامي او ايفر بعرف اتعامل معاه يعني ما عنديش انا مش شخص صدامي ما يد عينك ما بتزغش على ادوار لمسلسلات او في اعمال تانية يعني اتفرجت على مسلسل او عمل ولقيت دور عاجبك كان نفسك تعمله ما بتحصلش فيلم او دراما او لا
خالص لا بس يعني بس من دافع التنافس الشريف مش الغيره ما فيهاش مشكله يعني ما فيهاش يعني مشكله لو انا بس اوقات بحب دور يعني بستمتع وانا بقول الله الدور ده حلو مثلا وبكون متاكد ان الممثل اللي تم اختياره عمل الدور بشكل فظيع بس بحب انه الله كان يعني حلوه رحله الممثل ده في الدور ده كانت حلوه فبستمتع كده بالطريقه دي. طب رايك في المسلسلات الستين والتسعين حلقه او مثلا خمس اجزاء والحاجات دي كلها؟ كنت رافضها في فتره من الفترات كنت رافض وكنت بقول انه ازاي انا همثل ستين حلقه انا ممكن على الحلقه 30 استقيل يعني مش صعب تسيب المسلسل وتقدم استقالتك بس انا جربت الستين حلقه وبصراحة هو يعني أنا دخلت التجربة دي لأنه مسلسلات الستين حلقة كاتيجوري من الجمهور أنا مش عارف أوصله ومش عارف أوصله نتيجة طريقة اختياراتي لمسلسلات رمضان فالستين حلقة أو يعني أنا عملت مسلسل أريد رجلا عن رواية أريد رجلا حقق جماهيرية كويسة جدا وإن شاء الله هيتذاع قريب كمان على القنوات المفتوحة فهو يعني وصلني الجمهور انا ما كنتش عارف اوصل له بالنسبه لمن الجاني من الجاني كان برضو لجمهور انا ما كنتش عارف اوصل له فوصلت له من خلال من الجاني فيعني بحاول مثلا انه اكون في اختيارات زي كده اللي هي توصلني لجمهور في توازن شويه كده وشويه كده بس 60 حلقه انا ما عنديش مشكله معاها كان عندي مشكله معاها ولوتنا يعني وغيرت وجهه نظري انه حسيت انه لا بتوصلني بس انا بحاول اختار اللي هو مش التركي ستايل يعني ما بحبش اللي هو الستايل التركي يكون فيه خصوصية يعني أريد رجلا مبنية على شخصية راجل وكيل نيابة صعيدي عنده أصول صعيدية وعنده فكرة انه هو عايز يتجوز اللي بيحبها والأصول والتقاليد تقول له لا تتجوز من البلد بعدين في مشكلة انه هي الأم عايزة الولد فهو ده موضوع هو مع الإنسان اللي بيحبها فهي جابت ولد بنت هو معاها فده الصراع فالصراع ده شبهنا قوي يعني مش بعيد عن الواقع بتاعه انت طول عمرك عايز تمثل من زمان وانت حابب التمثيل من زمان حاجة لا يعني ناوي عليها لا كنت حاسس ان ما اعرفش اعمل حاجة في الحياة غير ان امثل يعني اخدت بالي انك سوشيال ميديا يعني اول ما ايه جه ودخل عدد بقى باللي انت قلته ده جديد لانك صورت على طول سيلفي وتحط على انستغرام وبتاع بصراحه لقيت ان الموضوع ده مهم انا كنت يعني كنت دايما حاسس يعني هامشي في حياتي مش نقول يعني عندي انستغرام او تويتر او فيسبوك ومش عارف اتعامل معاه قوي ومش مهتم جدا بعدين حسيت انه هو مهم يعني ومهم جدا في حاله الاستطلاع وفي يعني اوقات التواصل اوقات يعني. مرجعيه لبعض القنوات يعني بيكون في مرجعيه ليهم فحسيت انه ده جزء مهمل انا مش مضطر يعني ليه اهمله والموضوع محتاج شويه تركيز مني وبصراحه مش تركيز مني قوي في فريق يعني شغال على الموضوع بس يعني انا معاهم يعني بحاول افهم الموضوع اكتر يعني طب وبتتعامل ازاي مع اي انتقادات اي حاجه سلبيه مثلا لان ده بيحصل مع اي حد في السبوت لايت انا يعني مش هقولك انه ما متأثرش والانتقاد الايجابي والانتقاد السلبي اساسا انا شخص بنتقد نفسي اكتر فيعني لو الجمهور طلع او الناس طلعت بخمسين انتقاد انا اوريدي مطلع 200 انتقاد لنفسي يعني فانا قاسي على نفسي اكتر فبالعكس يعني الموضوع ده بالنسبه لي مش مؤذي مش مؤثر بمعنى مش مؤثر بشكل سلبي بس مؤثر بشكل ايجابي انا بحب اسمع الاراء اللي حواليا واوقات الشكل يعني مع السوشيال ميديا خلت الناس اجرى لا في ناس تخش مفيش فيس تو فيس بندخل عشان مفيش فيس تو فيس هو مش هيقول لك كده في الحياه فبيقولها لك كده بس برضو يعني انا بهتم اسمع كل حاجه رياضه اخبارها ايه كسول جدا الفترة دي أكل أخبره إيه؟ أقول جدا لا والله تصدق لا عشان مرحلة تحضير فبتلاقيني ناسي الأكل بشرب قهوة كتير قهوة أكتر دلوقتي بس لما أخش التصوير بالمسائل ترجع تتوازن شوية بس مرحلة التحضير مرحلة ستريس بكون فيها مضغوط وبحاول وخصوصا إن إحنا ما بناخدش فترة تحضير طويلة فأنت بتحاول تلحق نفسك في تحضير الكاركتر بشكل دقيق يعني اخر سؤال قبل ما ننهي ليه بتسميه مشروع مش فيلم او دراما او مسلسل لانه انا صاحب مشروع يعني انا عندي مشروعي في الحياه انه عايز اعمل مجموعه اشياء تكون ليا توصلني السطر في التاريخ يعني اياد نصار كان ممثل كويس او اياد نصار فده مشروعي في الحياه فهو مشروع وفي جواه مشاريع تانية اوكي واولادي مشاريعي في الحياه كمان وعيلتي مشروع مهم في حياتي
يعني اياد انت نورتنا وشرفتنا. من الناس الحقيقي لطيفة القعدة معاها والكلام معاها في الاستوديو. رب انت كمان تكون اتبسطت معانا النهاردة وما ما نزلنا لك بدري قوي يعني. اروح اكمل مشاوير. ايوة. نورتنا وشرفتنا. ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا على وجودك معانا. شكرا. النهاردة نورنا وشرفنا في الاستوديو النجم اياد نصار. خليكم معانا دقايق ونرجع لكم مرة تانية. كنتم مع عيش صباحك مع كوكا كولا مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم FM.